تعالوا نتكلم شوية على الفورمز باستفاضة شوية. احنا يعني يمكن اتكلمنا على الانبوتس بتاعتها في دروس متفرقة وحاجات كده. تعالوا نتكلم على الفورمز عموما. كان في فيديو شرحناه واتكلمنا فيه عن الكنترولد كومبوننتس والانكنترولد كومبوننتس. انا مش هتطرق ليها في الفيديو ده، لكن انا هتكلم على الفورم بشكل عام. لو جينا افترضنا ان انا دلوقتي عندي لوجن فورم مثلا، عايز اضيف فيه الايميل والباسورد، تمام؟ تعالوا نعمل حاجة زي كده. تعالي نعمل كده كومبوننت اسمها لوجن، سوري، لوجن دوت جي اس، والامبورت لوجن، سوري، رياكت فروم رياكت، اكسبورت ديفولت فانكشن لوجن، تمام. انا اقول له تعالى نعملها امبورت على طول، لوجن، قال له return form عادية خالص HTML form input type email، قلنا required. طبعا ال boolean boolean attributes مجرد ما اكتب له required خلاص هو automatically هيفهم ان هي required بترو. واقول له مثلا placeholder email address، اوكي. بعد كده ممكن يجي نعمل مثلا break ولا حاجة، input type password، required برضو placeholder password كده. نيجي نعمل break مرة أخرى، نقول له button login، تمام. طيب تعال نبص كده على شكلها هيبقى عامل ازاي. عندي input ظريفة زي ديت، لكن مسحنا الداتا دي عشان نبص على شكلها. لو جيت دوست على login طلع لي ال error العادي بتاعنا بتاع ال HTML. لما اجي ادوس على login، بص واخدين بالكم اللي حصل؟ بص تاني هتلاقي الصفحة عندي بتعمل لها لود، لأن هو باي ديفولت مش بيهندل الديفولت بيهيفير بتاع الفورم. إن هي المفروض يعني أنا مثلا المفروض إن أنا في الحالة ديت أو في الطبيعي إن أنا هبعت ريكويست على الباك إند أو على أيا كان الـ API الأجاكس، وأقول له شوف البيانات دي صح ولا لأ من غير ما أطلعه من الصفحة. فنيجي هنا نقول له أون سبميت، سبميت، أقول له مثلا سبميت أو لوجن مثلا، بيرفورم لوجن. ممكن اجي اقول له const perform login هتساوي event. في الحاله دي ممكن اقول له event dot، سوري، event dot prevent default prevent form from submitting using the browser behavior، مثلا from redirecting منطقي اكتر. طبعا بص في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيعمل ريفريش، هيجي كليك لوجن، مهما كليك مفيش اي ابديت بيحصل عندي. وفي نفس الوقت انا خلاص الكود بتاعي بقى مظبوط ومش مش مضايقني. طب حاجه زي كده ممكن مثلا نعمل لها كومبوننت ونستخدمها بشكل مباشر، بحيث ان انا الكومبوننت ديت اجي مثلا اعرف كده اقول له فورم دوت جي اس، تمام. ممكن اخد ده كده كوبي بيست يسميها فورم، تمام. وهنا اقول له ايه؟ سبميت. دي هتاخد بروبس عندي، خد بالكم دي كومبوننت. يعني اقول له سبميت، وايا كان بقى اللي هتحط لي جوه حط اللي انت عايزه، مش هقول لك لا، هقول له props dot children. فانا اللي هيحصل ان هو يعمل prevent، بعد كده هيكول الميثود اسمها on submit، تمام، ادي لها الايفنت عادي. طب ممكن كمان برضه عشان نستخدم الحته بتاعت البروب تايبس، ممكن اقول له import prop types from prop types. اجي اقول له ان انا دلوقتي عندي الفورم دوت بروبس، اسف، بروب تايبس بتساوي عندي الاون سبميت دي عباره عن بروب تايبس فانكشن وريكوايرد، تمام. هاجي هنا بقى في اللوجن امسح الكود ده او امسح دي اخليها كده بالفورم لوجن عادي، بس دي اخليها بقى هنا ايه؟ فورم، مش يعني واخدين بالكم فرق اللون. ادينا نفس الكود، هو مفيش اي حاجه، مفيش اي ابديت هيحصل، لكن انا الفرق ان انا ايه؟ اختصرت الحته بتاعت البريفنت ديفولت، تمام. طيب ده جزء. الجزء الثاني، لو انا جيت قلت مثلا الايميل الفاليو مثلا بتاعته تيست ات تيست دوت كوم، عايز اخلي مثلا ده الديفولت ايميل، بعد كده اليوزر بقى يبتدي ايه؟ يعدل عليه. لكن انا ما باجي اعدل مفيش اي ابديت بيحصل. انا دلوقتي بكتب اهو
مفيش اي ابديت حصل. ليه؟ لان انت قلت له خلاص انت هتاخد الفاليو دي ما تعملش اوفر رايد عليها. فانت عايز تحط حاجه ديفولت، هتقول له ديفولت فاليو، دي الديفولت فاليو، واسمح لليوزر ان هو يبتدي يعدل عليها بعد كده. ساعتها دلوقتي اقدر امسحها واكتب اللي انا عايزه، تمام؟ فاحنا دلوقتي في عندنا كي اسمه ديفولت فاليو، ده اقدر استخدمه مع اي انبوت طبعا ما عدا الانبوت بتاع مثلا التشيك بوكس او الراديو، مش هيبقى اسمها ديفولت فاليو، اسمها ديفولت تشيكت. يعني ايه؟ تعال مثلا نضيف اوبشن كمان، سوري، يقول له انبوت تايب تشيك بوكس، تمام. عايز اقول له تشيكت باي ديفولت، باجي اقول له ليبل ريميمبر مي مثلا. تعال بص كده، فدلوقتي كل ما هاجي كليك عليها ما بتتغيرش. بص انا بكليك ما اتغيرش، انا قلت له تشيك باي ديفولت تبقى تشيك. لو عايز بقى تبقى باي ديفولت واسمح لليوزر ان هو يبتدي يغيرها، اقول له ديفولت تشيك، ساعتها بقى يبتدي ايه، اقدر اسمح لليوزر ان هو يغيرها ولا لا، تمام. فدي جزئيه تانية خد بالنا منها. طب الجزئيه التالتة في الليبل، لو انا عايز استخدم الليبل اربطه مثلا بالانبوت، بحيث لما اجي كليك على الريميمبر مي دي يعمل ابديت في التشيك بوكس عندي. في الحاله ديت لو جيت مثلا اديت ده اي دي، قال له اي دي ريم ممبر، جت على النص الثاني هنا، المفروض في الاتش ام ال عاديه اسمها 4، لكن هنا تبقى اسمها اتش ام ال 4، تمام. واقول له ريمبر، ساعتها دلوقتي تبتدي ايه تشتغل معايا، ان انا بكليك على الليبل يبتدي يعمل ابديت في الفورم عندي. طيب البوينت الثانيه في الان كنترولد دي، الديفولت خلاص احنا اتكلمنا عليها. الفايل انبوت تاج انا لما باجي اتعامل معاه بستعملها بشكل عادي جدا، يعني ما فيش فيه حاجه في رياكت بيبتدي يهندلها لك، زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الكنترول كومبوننت، انت تبتدي تهندلها بشكل مباشر، تقول له فايل انبوت كارنت تحطه في ريفرنس وتاخد الفاليو بتاعته، تمام. فدي فكره الفايل انبوت. طيب بالنسبه للجزء بتاع السلكت، تعال بص على الجزء بتاع السلكت، فين الجزء بتاع السلكت؟ السلكت تكست اريا، تعال نتكلم برضه على تكست اريا. التكست اريا برضو انت تبعت لها فاليو، يعني المفروض مش بتحط لها كونتنت ك اتش ام ال، لا تبعت لها فاليو عادي واوتوماتيكلي بيشتغل زي باقي الانبوتس، تمام. سيلكت تاج في برضو اوبشن ظريف جدا، انت دلوقتي ده السيلكت العادي، تمام، بتعمل سيلكت عاديه واوبشن الفاليو كذا، اوبشن الفاليو كذا، وده التكست بتاعها، وده انا عايز ده يبقى سيلكت اللي هو الكوكونات اللي هو الجزء الهند، فبقول الاوبشن سيلكتد وفاليو، تمام. ده في الاتش ام ال العاديه. لكن في الرياكت هم عاملين حاجه ظريفه جدا، انت ممكن تعمل السيلكتد فاليو في التاج اللي سيلكت باسم فاليو. يعني ايه؟ يعني مثلا هاجي امسح ده كده، هي اقول له مثلا سيلكت، ده الطبيعي مثلا اوبشن مثلا ميل فاليو ميل في ميل، اقول لك لا خلي خلي في ميل الاول، هو غلاسه يعني مش اكتر، ودي ميل، وعايز ده يبقى سيلكتد باي ديفولت سيلكتد، تمام. تعال بص كده اللي هيطلع، قال لي الميل وسيلكتد. ممكن اعمل نفس الطريقه ديت، بس اجي عند السيلكت اقول له فاليو يساوي ميل، سوري ميل، فهتلاقيه اداني نفس النتيجه بالظبط. دي طبعا هتبقى اسهل لي برمجيا، بحيث ان انا مثلا زي المثال الموجود ده ممكن اعرفها في الستيت اللي فوق مثلا ديت، او لو جاي لي مثلا من الباك اند او جاي لي من حته دايناميك، فبدل ما اقعد اتشيك بقى اذا كانت تيجي في الاوبشن ده ولا الاوبشن ده، لا ده انا ابعتها في السيلكت اقول له دي الفاليو بتاعتك وعيش على كده. فدي البوينت الخاصه بالسيلكت. الحاجه الثانيه بقول لك، لو انت مثلا السيلكت ده مالتيبل، ساعتها الفاليو ممكن تبعتها له كاري، اقول له دولت الاثنين دولت السيلكت مثلا هو البي والسي، فساعتها تبتدي يعمل لهم سيلكت. بس اعتقد دي باختصار الحاجات اللي انا عايزك تبقى عارفها عن الانبوت او الفورم بشكل عام في الرياكت.